Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome dear students in this new session of mathematics. معاكم مستر محمد كشك. اتمنى طبعا ان شاء الله السيشن تكون النهارده بسيطه وسهله. وزي ما اتكلمنا المره اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها ان اهم حاجه في الماث عشان تبقى شاطر في الماث لازم تفهم كويس احنا بنتكلم في ايه وبنشتغل ايه. فاللي مش فاهم حاجه يتابعني طبعا في الشات على طول، ولازم يبعت لي على طول مش فاهم دي عيدها لي يا مستر عشان ما فيش حاجه تعدي. طبعا لان الماث السؤال الاولاني بيترتب عليه الثاني، والمعلومه الاولى تبقى مترتبه عليها الثانيه والثالثه والرابعه، فلو اول واحده باظت يبقى الباقي كله هيبوظ. طيب احنا المره اللي فاتت كنا خلصنا اليونت بتاعت الفانكشن، وقلنا النهارده هنتكلم في درس جديد جدا هو الريشيو اند بروبورشن. طيب الريشيو ده حاجه خدناها قبل كده في سنه سته واتكلمنا عليها في سنه سته قبل كده. ايه الريشيو وايه البروبورشن وايه اللي خلاهم الاثنين مع بعض؟ تعال الاول نتكلم الريشيو. طبعا مبدئيا الريشيو ديت هي عباره عن كومبيرنج بتوين تو كوانتيتيز. يعني ايه كومبيرنج بتوين تو كوانتيتيز؟ انا لو عندي مثلا لاين سيجمنت 4 سنتيمتر اي بي ولاين سيجمنت ثانيه 8 سنتيمتر اللي هي سي دي، وانا عايز اعمل كومبيرنج بتوين ذيم. طبعا الكومبيرنج ممكن يبقى بالانجلش، هقول مثلا ان اي بي از مور ذان بي سي دي، وطبعا مور ذان وليس ذان يوزنج الحاجات دي مش efficient قوي لما بتكلم في ماث. ففي وجهه نظر الماث احنا ممكن نعمل كومبيرنج بتوين اللينث بتاعهم، يعني دي 4 ودي 8. فهم كاتب كده ان الريشيو بتاعت اي بي اوفر سي دي هي 4 اوفر 8 بالشكل ده. طيب هي 4 اوفر 8 دي يا مستر، ما هي ال 4 وال 8 ديفيزبل باي 2، يعني ممكن اعمل اهو باي 4 كمان، يبقى ممكن الاكبر بقى عندنا ديفايد باي 4، وهنا في ديفايد باي كام؟ باي 4. طيب لما اعملهم ديفايد باي 4، 4 ديفايد باي 4 بقت 1 و 8 ديفايد باي 4 بقت 2. يبقى هنا الكومبيرنج عندي حصل ازاي عشان افهم؟ الكومبيرنج هنا ان اي بي اوفر سي دي، يعني اللينث بتاع اي بي اوفر سي دي هو عباره عن هاف 1 اوفر 2. وطبعا 1 اوفر 2 يا جماعه يعني ان الاي بي ده لينثها هو هاف الاي السي دي، يعني السي دي لو قسمناه ديفايد باي 2 هيطلع كام؟ هيطلع ايه؟ الاي بي. او لو عكسناها وقلنا ان السي دي بالنسبه للاي بي، يعني انا غيرت بقى ده كده وانت كاتب هنا ان السي دي، ممكن اقلبهم مثلا الماوس بس، سي دي اوفر اي بي في الحاله دي هيبقى كام؟ هيبقى 2 اوفر 1. وطبعا 2 اوفر 1 يعني السي دي دبل الاي بي، يعني هي الدبل بتاعها او قدها ايه؟ مرتين. طيب هنا بقى في حته مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها اللي هي ايه؟ انا يا مستر لما اقول الاي سي اي بي اوفر سي دي ب 1 اوفر 2، هل ده معناه ان الاي بي ب 1 سنتيمتر والبي بي سي والسي دي ب 2 سنتيمتر؟ لا، ده معناه ان كان في تو نمبرز زي ال 4 وال 8 اللي هو الريل لينث بتاعهم، اللينث الحقيقي بتاعهم، واحنا عملناه ديفايدد وسمبليفاي وفي الاخر طلع لي 1 اوفر 2. تاني يبقى انا كده عندي نوعين من اللينثات او الارقام. اول واحد اللي هو الريل الحقيقي بتاعي اللي هو ال 4 سنتيمتر وال 8 سنتيمتر، وتاني واحد اللي هو ايه؟ السمبلست فورم اللي هو بتاع ارقام الريشيو. يبقى هنا لازم اخد بالي من الرقمين، هو انت بتتكلم على رقم ريشيو ولا رقم حقيقي؟ الرقم الحقيقي اللي انت بتجيبه، زي مثلا عندي اثنين اخوات مثلا، واحد مثلا 100 مثلا سنتيمتر والثاني 120، يبقى ده الريل لينث بتاعهم، او الويت بتاع ده مثلا 60 كيلو جرام وده مثلا 180 كيلو جرام مثلا، يبقى ده الريل ويت بتاعهم، ويت بتاعهم. لكن لما اجي اعمل لهم ريشيو فال 60 وال 180 اعمل لهم سمبليفايات لحد ما تبقى 1 اوفر 3، يبقى الريشيو بتاعتهم 1 بارت تو 3 بارت. وفي مينينج مهم جدا في الريشيو اللي هو ايه؟ المينينج ده ومهم برضو، ان هنا كل 1 بارت للاي بي هيبقى قدامه 2 بارتس للسي دي. يعني لو الاي بي ب 4 بارتس يبقى السي دي بكام؟ 8 بارتس. طيب احنا يا مستر بنتعامل مع الريشيو، طبعا عندي هنا رقمين، الرقم الاولاني اللي هو ال 1 ده بسميه انتسيدنت،
والرقم الثاني ده بسميه consequent. الرقم اللي فوق antecedent وconsequent. طيب السؤال هنا يا مستر، هو الريشيو لها بروبرتيز ولا ايه؟ طبعا البروبرتيز بتاعت الريشيو بيقول لي بقى ايه؟ ان الفاليو بتاعت الريشيو، يعني الريشيو اللي عندك دي لو انت جبتها doesn't change، ما بتتغيرش. امتى؟ لو التو تيرمز بتوعها اللي هو الانتسيدنت او الكونسيكونت مالتبلايد اور ديفايد باي ذا سيم نمبر. طبعا ما فيش زيرو. يعني ايه؟ يعني مثلا انا لو عندي مثلا 1 اوفر 2، حلو؟ لو هي اصلها كان كام يا مستر؟ كان اصلها 4 اوفر 8 في المثال اللي فات. يعني عملنا تايمز 4 فوق وتحت يبقى 4 اوفر 8. 4 اوفر 8. يبقى انا دلوقتي الريشيو 1 اوفر 2 هي نفس الريشيو 4 اوفر 8 عشان عملتها مالتبلاي، وفعلا ال1 هو نص ال2 وال4 هي نص ال8. مثلا الريشيو الثانيه مثلا لو قلت مثلا 4 اوفر 16 ممكن اعمل سمبليفاي من الاثنين في تيبل 4 ديفايد باي 4 ديفايد باي 4 هتبقى كام؟ 1 اوفر 4. وفعلا ال4 الكوارتر بتاعها 1 وال16 الكوارتر بتاعها 1. يبقى انا التو تيرمز دول تعمل تايمز، ماشي تمام، تعمل ديفايد باي سيم نمبر، تمام. يبقى ده بيديك نفس الريشيو. يبقى الريشيو الواحده لو عملتها تايمز او ديفايدد باي سيم نمبر في التو تيرمز هيبقى ايه؟ هيديني ايه؟ نفس الريشيو. تمام. ده بالنسبه للديفايد. السؤال بقى هنا اللي يجي في بالنا، طب والبلس والماينس؟ بتيجي نجرب بلس وماينس. قال لي لا هيغير. ازاي؟ ليه هيتغير تشينج لو اد سبتراكت؟ مثلا خلينا نقول مثلا انا عندي مثلا 1 اوفر 2. 1 اوفر 2 او 1 اوفر 2 يعني عباره عن البارت ده بارت من التو بارتس. طب لو افترضنا هنا بلس مثلا 3 وهنا بلس نفس الرقم 3، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندي هنا 3 بلس 1 يبقى 4 وهنا تبقى 5. هل الاساسي بتاعي الهاف اللي هو كان 1 اوفر 2 اللي هو الريشيو بتاعتي 1 اوفر 2 هي هياها ال 4 اوفر 5؟ طبعا لا، طبعا لا خالص، يعني الارقام كده اتغيرت. هل لما بقسم ال 5 على 2 بارتس هاف هيديني 4؟ لا طبعا 2 هاف. يبقى انا هنا عملت تشينج امتى؟ لما جبنا نعمل بلس ادينج اور سبتراكت. يبقى التايمز والديفايد جيفز مي انذر سيم ريشيو. طبعا هي انذر سيم ريشيو معناها ايه؟ ان هي ايكوال في الفاليو ولكن ديفرنت في الارقام. بمعنى انا هرجع بس النقطه دي عشان برضه عشان نفهم النقطه دي، ان هنا لما كان عندي 1 اوفر 2 هي ال 4 اوفر 8 دي ارقام مختلفه عن 1 اوفر 2، لكن الفاليو ذا سيم فاليو، ان ديت ريفيرز تو هاف ودي برضه ريفيرز تو هاف، يبقى ليهم نفس الفاليو بارقام مختلفه. يبقى هنا الفاليو doesn't change، ما بتتغيرش، هي نفس الفاليو 4 ال 8 نصها 4 وال 2 نصها 1. ونفس الفكره هنا ان 1 اوفر 4 ال 4 دي لو قسمناها ل 4 بارت هيديني 1 بارت، وال 16 لو عملنا لها ديفايد ل 4 بارتس هيديني نمبر 4. يبقى هنا الفاليو doesn't change، هما كده equivalent. طيب ده كان بالنسبه للريشيو. الريشيو هنا في المالتبلاي قلنا بنديني نفس الريشيو. يعني يا مستر كده حضرتك جبت حته جديده برضو اللي هي ايه؟ ان دلوقتي انا عندي 1 اوفر 2 بتساوي 4 اوفر 8، ده ريشيو ايكوال ريشيو. لا ده اكتر من كده كمان بقى، اللي هو ايه؟ ده 1 اوفر 2 ديت ممكن تساوي مثلا 3 اوفر 6 وممكن تساوي 4 اوفر 8 وممكن تساوي 5 over 10 وممكن تبقى 2 over 4. ده كل الريشيوهات دي جايه عندي لما عملت مره مالتبلاي 3 مره مالتبلاي 4 مره ما احنا لسه قايلين ان هي الفاليو دوزنت تشينج. طيب ريشيو ايكوال ريشيو ايكوال ريشيو ايكوال ريشيو، كل دول ريشيوهات مع بعض لما نحطهم مع بعضهم في ايكواليتي هيدينا البروبوشن. يبقى البروبوشن ده هو ريشيو مع ريشيو او اكتر من ريشيو مع ريشيو. يعني ريشيوز كلها ايكوال ايكوال واحنا جبناهم من مالتبلاي وان الفاليو بتاعتها ما اتغيرتش فده بقى ايكوال، فكل ده على بعضه بنسميه بروبوشن، اللي هو البروبوشن از ايكواليتي اوف تو اور مور ريشيوز. يبقى الريشيوز دازنت تشينج. شكرا يا روان، ثانك يو. يبقى البروبوشن از ايكواليتي اوف تو اور مور ريشيوز.
احنا بقى هنا هندرس تو ريشوز وبعد كده نفهم لو جالنا 3 نعمل ايه، لو جالنا 4. هي القصه عندنا كلها في الامبورتنس دلوقتي، عايزين ناخد تو ريشوز. تعالوا نجرب تو ريشوز ونشوف الدنيا فيها ايه. نمسح بقى ده كده ونشوف تو ريشوز اكتر هكركم ونشوف مثلا 2 اوفر 5 و 4 اوفر 10 هل هما تو ريشوز ولا لا؟ اه يا مستر، ما انت لو عملت هنا تايمز 2 يدينا 4 وهنا تايمز 2 هيدينا 10. اه لا سيم ريشيو. طيب ده بروبوشن، الريشيو ده كان كام ترم؟ 2 انتسدنت وكونسيكونت. طب هنا بقى هيبقى كام ترم؟ لا ده هنا ما شاء الله 4 4 ترمات 4 ترمز. طيب ال 2 دي هنسميها ذا فيرست بروبوشنال ترم، يبقى ده اول ترم عندي في البروبوشن اللي هي 2. طيب ده 2 بالنسبه لل 5، يبقى ال 5 هي السكند بروبوشنال ترم. ادي ال 5. طب ال 4 يبقى اكيد دي الثيرد بروبوشنال ترم. طب ال 10 اكيد هي الايه؟ الفورث بروبوشنال ترم. الفورث بروبوشنال ترم هنا دي بس تعدل الفورث بروبوشنال ترم. يبقى انا عندي الاولاني، الثاني، الثالث، الرابع. طيب سؤال بقى يا مستر، بما انهم كده الفيرست والسكند والثيرد والفورث، ما تيجي نرتبهم ترتيبه ثانيه. كان بيردن از ايه؟ اه 2 5 4 10. طيب هنا الاربع ارقام دولت هنقسمهم لرقمين رقمين. الرقمين الاولين دولت اسمهم ايه؟ المينز. يعني ايه المينز؟ اللي في النص. دول مينز بتوعي الموجودين في نص الارقام اللي هو الثالث والرابع. اللي هو زي مين؟ زي ال 4 وال 5 ده. دول كده المينز. طيب اما الرقمين اللي في الاول وفي الاخر دول اللي هي 10 و 2 هنسميهم اكستريمز. يبقى انا دلوقتي عندي رقمين في النص مينز ورقمين اكستريمز. اللي هم مين؟ الاكستريمز اللي هي 2 و 10. وفي اي بروبوشن يعني ايكوال، الاثنين دول ايكوال، الفراكشن الريشيو ده ايكوال ريشيو، في اي بروبوشن هيطلع عندي ايه؟ هيطلع عندي ان البرودكت بتاع المينز يعني 5 تايمز 4 ب 20 هو البرودكت بتاع الاكستريمز 2 تايمز 10 ب 20. تاني واحنا ناخد مبدئيا كده تو ريشوز ونتكلم عليهم ونفهم الدنيا فيها ايه. وان التو ريشوز هيطلعوا لي 4 ترمز، الفيرست والسكند والثيرد والفورث، وان احنا سميناهم بقى ايه، رتبناهم كده الفيرست سكند ثيرد فورث، وقلنا والله يا مستر يعني مينز واكستريمز الاثنين في النص والاثنين في الطرفين. واول رول من رولز البروبوشن، ودي تعتبر يعني من اهم الرولز اللي عندنا لانها داخله في حاجات كتير جدا في السولفنج، بتساعدنا في السولف كتير، ان البرودكت بتاع المينز بيساوي البرودكت بتاع الاكستريمز. البرودكت هنا يا جماعه معناها التايمز، يبقى التايمز بتاع المينز بيساوي التايمز بتاع الاكستريمز. طب لو ما سواهوش، يعني السؤال بقى الوجودي بقى ما سواهوش، يبقى ده مش بروبوشن. وده بياكد لي ان ده بروبوشن ولا لا لما اعمل تايمز هنا وتايمز هنا. يعني مثلا لو انا قلت مثلا 1 اوفر 4 ايكوال 4 اوفر 16 فطبعا ده بروبوشن. ليه؟ لما اعمل دول تايمز مبدئيا بيساوي دول ايه؟ بيساوي دول تايمز. يعني ده تيست برضه تعرف بيه ان 1 تايمز 16 ب 16 و 4 اوفر 4 تايمز 4 ب 16. طب انا لو بقى مثلا جالي حاجه زي دي، مثلا جالي مثلا 2 اوفر 5 او 3 اوفر 4 مثلا و 6 اوفر 10، هل ده بروبوشن؟ طبعا مستحيل يكون بروبوشن. ليه؟ 3 تايمز 10 30، 4 تايمز 6 24، ازاي بروبوشن؟ مستحيل يكون بروبوشن. يبقى البروبوشن مينز واكستريمز هما بيظبطوا الدنيا ويوضحوا لي الدنيا فيها ايه. طيب تعالوا ناخد سؤال على الكلام ده. هنا نقرا السؤال، طبعا لازم نقراه بقى بعنايه شويه كده ونحاول نفهم الدنيا فيها ايه. شكرا يا روان على مشاركتك معايا. يا جماعه الباقي لو عايز المفروض يشارك عشان برضو نستفيد يعني. طيب هنا بيقول لي ذا فورث بروبوشنال، اه فورث يبقى الرابع، والرابع كده مش موجود، ما هو بيقول لي فورث يعني كده مش رابع. يعني هنا فوق هنا 4 12 16، طب اكيد ده الاولاني وده الثاني واكيد ده الثالث يعني.
فالرابع احنا مش عارفينه ففي الغالب هنسميه اشهر لتر عندنا اكس. خلاص المفروض ان 4 اوفر 12 هيساوي اكس 16 اوفر اكس، ونشوف بقى البرودكت بتاع المينز والاكستريمز. يلا نعمل مينز واكستريمز، ده تايمز ده، وبعدين نعمله اللي يطلع ديفايدد باي كام؟ باي 4. يبقى الاكس هنا 12 تايم 16 اوفر 4 يطلع ب 14. طيب السؤال اللي بعديه، the third proportional term، هو سأل على مين؟ على الثيرد، وقال لي proportional يعني جاي من proportion، بقدر اعمل اوفر والكلام ده، تمام مفيش مشكله. طيب هنا يا جماعه الثيرد يعني الثالث. طيب يبقى انا كده عندي هنا مستر في اولاني اللي هو مين؟ ال 8 ده الاولاني، والثاني اللي هو 6، يبقى الاكس هي الثالث وال 12 هو الرابع. ممكن بقى نعملها بكذا طريقه، طبعا ممكن نعمل ب 50 طريقه. نعمل 6 اكس ايكوال 8 تايم 12، او انا بحب اعمل 8 اوفر 6 ايكوالز اكس اوفر كام؟ اكس اوفر 12. وطبعا عندي دولت كاملين هم رقمين قصاد بعضهم، يبقى تايمز ديفايدد للرقم اللي قدام الاكس، يعني 12 تايمز 8 اوفر 6 دي اللي هي رقم الاكس اللي هتطلع معانا بكام في الاخر؟ 60. تطلع كده بكام؟ ب 60. طيب السؤال بقى اللي جاي ده في فكره شويه. هنا بقى بيقول لي 3 و a minus 1 و a plus 1 و 5 are proportion. وهنا في كومنت صغير كده عايزين نتكلم فيه اللي هو ايه؟ ال 3 ده اول ترم. طيب هنا بقى ال a هي الترم الثاني ولا a minus 1 ولا minus 1؟ بصوا يا جماعه الترم هنا من القمه ده هنا للقمه ده هنا، يعني ده كله على بعضه ترم كامل، ده السكند ترم، وA بلس 1 ده هيبقى كله على بعضه الثيرد ترم، وال 5 هو الفورث ترم. تاني يبقى الفيرست هي 3، السكند هو الـ A minus 1، الثيرد هتبقى ايه؟ A plus 1 وال 5th كام؟ 5. طيب يلا نعمل proportion 3 over A minus 1 equal A plus 1 times A، ونعمل scissors هنا، دول تايمز بعض ودول تايمز بعض، يطلع عندي هنا A minus 1 times A plus 1 equals 15، ولحد دلوقتي تمام. طيب نعمل multiply بقى، طبعا هنا multiply ده على فكره يا جماعه بلس 1 و minus 1 دخلناه في ثاني اعدادي. احنا كنا A times A، نعمل A times A ب A bar 2، و negative 1 times positive 1 بكام؟ ب negative 1 و equal كام؟ 15. هنعمل moving ال negative 1 الناحية التانية، يبقى هنا ال A bar 2 بكام؟ 16. طيب ناخد square root، square root يبقى ال A هنا بكام؟ positive or negative، يبقى هنا ال A بكام؟ positive or negative. تمام. يعني اعتقد سؤال جميل وظريف ولطيف. شكرا يا صابر. روان 16، تمام يا روان. روان اللي هنا 16 روت بتاعها يا روان، يا روان مش بتوب 4، تمام. تمام يا روان، سوري، تمام. شكرا يا صابر على الاجابه معانا وانك مشاركت معانا. دعاء شكرا ليكي. وفي 9 كده تمام. تعال نخش على السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي find the value of x، عايزين نجيب الاكس دي لو الريشيو دي، طريقه كتابه الريشيو برضو، نكتب التو تيرمز هنا واعمل نقطتين 2x minus 3 وهنا x minus 5 equal 1 over 4. في الحاله ديت انا ممكن احول الريشيو كفراكشنز هنا، اعمل فراكشن اوفر فراكشن. تعال نحولها بالشكل ده كده، اسهل لنا بكتير ان انا اشتغل عليها كده عشان اطلع المينز والاكستريمز. طيب هنا طبعا المينز والاكستريمز هعمل تايمز عشان افك الريشيو ديت، هتبقى هنا 4 تايمز 2 هتبقى 8x، و 4 تايمز نيجاتيف 3 نيجاتيف 12، 1 تايمز 5 x بلس 5 ماينس 5 هي x ماينس 5. طب انا عندي x في السايد الليفت و x في السايد الرايت، طب ما احنا هنجمع الاكسات مع بعض، يبقى نودي الاكس ديت هنا اهو، واحنا بنوديها نغير الساين بتاعتها زي الارقام بالظبط، وهنودي نيجاتيف 12 الناحيه الثانيه
واحنا بنوديها برضو هنغير الساين بالظبط. طيب يعني كده يا مستر هتبقى 8x. حلو، الاكس دي بوزيتيف، تروح هناك نيجاتيف، يبقى نيجاتيف اكس، ودي في مكانها، يعني دي مكانها اصلا كانت هنا، ما تغيرش، يبقى زي ما هي. ال 12 هي اللي رايحه لها، وال 12 كانت قدامها ماينس، او اللي هي بتديها نيجاتيف ساين، يبقى بلس 12. طيب 8x وشلنا x يبقى 7x، وطبعا دول هيدينا 7 ديفايدد باي 7 بقى عشان نعمل سمبليفاي، ديفايدد باي 7 يبقى الاكس بكام؟ يبقى الاكس ب 1. تمام يا دعاء، شكرا لك. طيب سؤال كمان هنا بيقول لي فايند ذا نمبر، ايوه، ويتش ادد تو اللي احنا لازم بقى نمسك الجمله دي بقى ونفصصها حته حته. يلا فايند ذا نمبر، يعني في نمبر انا مش عارفه، والنمبر اللي انا مش عارفه تقريبا كده تقريبا هنسميه اكس، يعني عشان احنا مش عارفينه واحنا عايزين نجيبه. طيب ذات اف اتس ادد تو، ادد جاي من كلمه اد، اد يعني نعمل ايه؟ بلس مش ماينس، يبقى الاكس دي هتعمل لها بلس. تو ايتش اوف ذا نمبرز، هنزودها على النمبرز ده 3، ونزودها على 5، ونزودها على 8 بس، لا و 12 كمان. طيب بعد ما بعمل بلس لكل دول ايه اللي يحصل؟ المفروض they becomes proportional، كل دول بعد ما ازود الاكس هيبقى proportional. يعني يا مستر ال 3 وال 5 وال 8 وال 12 كده مش proportional، لكن هنزود عليهم اكس هيبقوا proportional. احنا بقى عايزين نجيب الاكس دي بكام؟ يعني الارقام اللي بقت عندي بقت كده اكس بلس 3، اكس بلس 5، اكس بلس 8، اكس بلس 12. لو عملنا ده كده يبقى دولت ايه؟ يبقوا proportional. خلاص ما نعمل فراكشن، 3x بلس 3 اوفر x بلس 5، x بلس 8 اوفر x بلس 12، ونعمل طبعا السيزرز بتاعتنا اللي هي الكروس مالتيبليكيشن، او ان احنا نعمل مينز ايكوال اكستريمز في البرودكت. هيدينا الاقواس دي. طبعا احنا فاكرين بقى هنا هنعمل ازاي بقى مالتيبلاي سمبليفاي، x تايمز x بx باور 2 x تايمز 5، بعدين 3 تايمز x، وبعدين 3 تايمز 5. نفس الفكره x times x يعني x باور 2 بعدين 12x بعدين 8x بعدين 8 times 12 هيدينا كل ده. طب هنلاحظ طبعا ان عندي هنا x باور 2 وهنا x باور 2، والله لو عملنا موفي x باور 2 الناحيه الثانيه هيطلع بنيجاتيف، هيشيلوا بعضهم، يبقى مبدئيا كده مبدئيا هنشيل ده ونشيل ده. وعندنا هنا شوية لايك تيرمز، يعني 3x زائد 12x يبقوا 15x، وهنا 8x و 5x يبقوا كده كام؟ 13x. طيب نعمل بقى كولكت الاكس توجذر، وادي الاكس هنا وطلع 36. طبعا 13x هتروح هناك بالنيجاتيف وال 36 هتروح هناك بالنيجاتيف، يبقى هنا 2x عشان 13 ماينس 13 ب 2 وديفايد باي 4، يبقى divided by 2 divided by 2، يبقى الاكس بكام؟ الاكس ب 2، وهي دي الفاليو بتاعت مين؟ الاكس. شكرا يا وائل، ما شاء الله روان عليكي شغاله معانا، شكرا. شكرا دعاء، شكرا صابر، خليك معانا برضو. طيب next question، will you find the number if it's added to، خلاص دي بقى سهله اظن، اسهل من الفيديو دي. بيقول لك فاينز نمبر، النمبر اللي هو اكس، يعني هنعمل له اديت 2 هنزوده على ال 7 وال 11، ولما نزوده هنا الريشيو دي في السمبلست فورم هتبقى كام؟ 2 to 3. طيب يلا يبقى اكس بلس 7 على اكس اوفر اكس بلس 11 2 اوفر 3، وكروس مالتيبليكيشن يلا 3 تايمز اكس يبقى 3 اكس، و 3 تايمز 7 يبقى 21. نعمل ديستريبيوشن، وهنا 2 تايمز x وهنا 2 تايمز 11، يبقى كده 3x بلس 21 وهنا 2x بلس 22. حلو، يلا كولكت الانكس والنمبر باك، يبقى هنا هتبقى 3x ماينس 2x ب 1x، وده ماينس ده ب 1، يبقى هنا الاكس بكام؟ الاكس ب 1. اظن المسائل كلها جميله ولذيذه وبتسلم بعضها، اللي هي يعني لو فهمنا الرول خلاص الدنيا بقت سهله ان شاء الله. Find the number، برضو find the number
بس المره دي هنا ده اكس. بيقول لي بقى اف اتس سكوير الباور 2 بتاعه، يعني مش هنتكلم على اكس، احنا هنتكلم على اكس ايه؟ باور 2. هنعمل له اد برضو 7 و11، بس المره دي في السمبليفاي هتطلع 4 تو 5. تمام، مفيش اي مشكله. خلاص هنعمل اكس بلس 11 اكس باور 2 المره دي، هنقول اكس باور 2 مستر اكس سكوير اتس سكوير يبقى لازم باور 2، وهنا اكس سكوير برضو 7، ونبدا نعمل الكروس ايه مالتيبليكيشن بتاعنا. تبقى 5 تايمز اكس باور 2 ب 5 اكس باور 2، 5 تايمز 7 ب 35، 4 تايمز اكس باور 2 ب 4 اكس باور 2، 4 تايمز 11 بكام؟ ب 44. هنودي الناحيه الثانيه تبقى نيجاتيف، هتبقى 5 اكس باور 2 ماينس 4 اكس باور 2، ونرجع دي هنا برضه هتبقى بالنيجاتيف 44 ماينس 39. يبقى هنا اكس باور 2 ب 9 سكوير روت باي سكوير روت، يبقى الاكس هنا بكام؟ بوزيتيف اور نيجاتيف 3. طبعا ما دام هو ما قاليش هات البوزيتيف هات النيجاتيف، خلاص فانا هكتب الاثنين. قال لي بقى هات البوزيتيف او النيجاتيف، يبقى ايه؟ تمام، الدنيا ان شاء الله تكون سهله وبسيطه. طيب تعال نشوف البروبرتي نمبر 2. ايه البروبرتي نمبر 2 بقى؟ البروبرتي نمبر 2 برضو من البروبرتيز المهمه جدا 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 جدا. بنتكلم عن ايه البروبرتي نمبر 2؟ شكرا يا روان، شكرا يا دعاء، شكرا ليكم، شكرا يا صبر انك بتشاركوا معايا. البروبرتي نمبر 2 بتتكلم عن فكره هي عكس اللي فات. يعني ايه اللي فات؟ يعني احنا كان عندنا 2 اوفر 5 مثلا بيساوي 4 اوفر 10، واحنا عملنا كروس مالتيبليكيشن فاداني 2 تايمز 10 بيساوي 4 تايمز 5، صح؟ برودكت تايم مينز ايكوال البرودكت تايم اكسبرس، ده اللي عندنا وده اللي احنا لما جالنا بروبوشن عملنا كده. في البروبرت نمبر 2 بقى انا عايز عكس الطريق، بدل ما يبقى عندي بروبوشن اجيب منه برودكت بتاع المينز بيساوي برودكت ستريمز، لا ده انا عندي البرودكت وعايز اجيب منه البروبوشن. يعني انا لو جالي رقمين تايمز بعضهم ايكوال رقمين تايمز بعضهم اقدر اعمل منهم بروبوشن. تاني لو عندي رقمين تايمز بعضهم ايكوال رقمين تايمز بعضهم اقدر اكون منهم بروبوشن ازاي مستر؟ تعالوا الاول كده نشوف الاكزامبل اللي معانا ده، هي 4 تايمز 5 فعلا ايكوال 2 تايمز 10. ازاي نكون بقى بروبوشن؟ فكره حلوه جدا 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 جدا. ايه هي دلوقتي يا مستر؟ انا عايز بدل ما كان جاي لي كده تايمز كده اعمله بروبوشن حاجه اوفر حاجه. طيب مش دي 2 تايمز 10؟ اه ادي 2، يبقى السيزرز بتاعها مين؟ دي 10، ودي 4 تايمز 5. تمام، لو كتبت هنا ال 5 يبقى السيزر اللي قصادها مين؟ 4. يبقى احنا فعلا عملنا هنا بروبوشن. يبقى كل واحد من السيزرز بتاعه كان كام؟ وفي بقى طريقه بقى ظريفه يعني برضو من احد الطرق، يعني دي طريقه ان انا اقوم كاتب نمبر والتاني قصاده، يعني اكتب منهم ترم والتاني قصاده في البروبوشن ده واللي ده قصاده. في طريقه ثانيه يقول لك ايه مثلا؟ يقول لك لو انت عايز تعمل بروبوشن من ال 2 لل 5 اهي 2 اوفر 5 اهي، تاخد بقى معاك ال 4 اوفر 10، ما ترجعش كده برجل فاضيه، خد معاك 4 على الثاني، وده عشان تكون بروبوشن من رقمين تايمز ايكوال رقمين تايمز. يبقى تاني لو انا عندي حاجه تايمز حاجه ايكوال حاجه نمبر تايمز نمبر او اماونت تايمز اماونت كوانتيتي تايمز كوانتيتي ايكوال كوانتيتي تايمز كوانتيتي اقدر اكون منهم بروبوشن. يا اما بالطريقه الاولانيه اعمل الشرطتين واكتب ده اوفر ده قصاد ده وده قصاد ده، يا اما وانا واخد ماشي من واحد اروح للتاني ما ارجعش وايه وايدي فاضيه. يعني يا مستر هنا بقى السؤال اللي ممكن يجي في بالنا كلنا، هو انت يا مستر معلش انا قلت لما هبدا من 2 على 4 ال 2 اوفر 5 يبقى هرجع ب 4 اوفر 10، صح؟ هو ده بس البروبوشن الوحيد اللي ممكن اعمله؟ لا، ده انا ممكن اعمل من ال 2 لل 4
وهرجع ب 5 على 10 صح. لا وممكن اعمل بروبوشن كمان ازاي؟ ده انا ممكن اعمل بروبوشن مش هبدا بقى من 2 لل 5، ده انا ممكن ابدا من ال 5 لل 2، يعني ال 5 دي هي اوفر 2 وهيديني كانك عملت من 10 اوفر كام؟ اوفر 4. وممكن اعمل يبقى انا عكست دي، ممكن اعمل 4 اوفر 10 4 اوفر 2 وهيديني هنا برضو كام؟ هيديني 4 اوفر 2 يبقى 10 اوفر 5. يبقى ممكن تعمل 4 بروبوشن من الريليشن ده بس. وانا هعرف ازاي يا مستر؟ انت اللي بتحدد على حسب المسألة. يعني المسألة هتجي لك وانت تحدد انا عايز اعمل ايه. بس نخلي بالنا وده حاجة مهمة جدا، ان بيجي لي حاجتين تايمز ايكوال حاجتين تايمز. يعني بالشكل ده كده تو اماونت او تو كوانتيتيز تايمز ايكوال تو كوانتيتيز تايمز. تمام. يبقى لو عندي هنا ايه تايمز بي ايكوال سي تايمز دي، ده اللي انا قلته لكم بقى. ممكن اعمل بقى ايه اوفر بي بيساوي سي اوفر دي، ممكن اعمل ايه اوفر سي ايكوال، يعني هي اربعه بروبوشن زي اللي احنا خدناه في الارقام. طب السؤال بقى يجي ازاي؟ تعالوا نشوف السؤال يجي ازاي. اهو سؤال زي ده مثلا، وده سؤال مباشر جدا مش فيها حاجه. 7x يعني 7 تايمز x، 7 تايمز x و 3y يعني ايه؟ يعني كده 3 تايمز y. فهنا عندي 2 amounts times r equal 2 amount times، وانا عايز اجيب منهم بروبوشن عادي جدا. ممكن احلها بالطريقه الاولانيه، يا مستر مش دي اكس اوفر واي؟ الاكس كانت معموله مرتبطه كام؟ 7، يبقى الناحيه السوداء الثانيه 7. طب الواي مرتبطه 3 يبقى الناحيه السوداء 3. او وانا ماشي من الاكس اوفر واي هاخد 3 تبقى اوفر مين؟ تبقى اوفر 7. ده او ده براحتك، يعني هي سهلة وبسيطة والدنيا مفهومة. تمام، شكرا يا روان، شكرا يا دعاء. طيب هنا 5a minus 4b equal 0. هنا مش equal في النص، احنا قلنا لازم يكون في equal في النص بينهم، ده هنا في minus. طب ما نعمل لها solving ونودي المفروض نجيب 4b الناحية التانية النكست سايد، تبقى 5a هنا تبقى equal 4b. حلو، يبقى a over b تبقى كام بقى؟ يبقى هنا a over b يبقى 4 over 10 4 over 5. طيب نيجي المساله دي، المساله دي 5a minus 7b over 8a plus 11b، ده يا مستر لا ايكوال ولا زي الاولانيه ولا ماينس زي الثانيه، دي كبيره قوي دي شكلها خط. لا هي سهله على فكره، هو ده مش زي. تمام، ف 0 over 1 حلو، واحنا لسه قايلين في اول بروبرتي نعمل سيزرز، نعمل ملتبلاي كروس ملتبليكيشن مينز اكستريمز. حلو، تعالى بقى لما نعمل بقى مينز اكستريمز هتلاقي الدنيا فكت خالص. ازاي؟ لما اعمل 5a minus 7b هتبقى 5a minus 7b. حلو، واما اعمل كل ده تايمز 0 يطلع بايه؟ يطلع ب 0، اتحولت قريبه من اللي فوقيها. نودي بقى 7b الناحيه الثانيه تبقى هنا 5a equal 7b. ولما اعمل ريشيو هنا خلي بالكوا هعمل b over a، يعني هو اتخبس علينا كده يبقى خلاص ما ناخدش عادي جدا، مش انت عايز b over a تبقى 5 over 7. اظن الدنيا سهله وبسيطه سواء في البروبرتي نمبر 1 وسواء في البروبرتي نمبر 2. تعالوا نشوف السؤال اللي بعديه. Choose the correct answer. يلا. If 3a over 5b equal 1 over 2. زين a over b بكام؟ طيب هنجيب a over b ازاي يعني؟ هي لها كام طريقة؟ طبعا لها طرق كتير. من ضمنهم ممكن نعمل times 5 over 3 over 5 over 3 في ناحيتين. أو نعمل divide. ولكن تعالوا نستخدم الـ proportion بتاعنا. أول حاجة هتيجي في بالي أنا عشان بحل proportion هعمل means extremes. فهنا 3a times 2 يبقى 6a. 1 times 5b يبقى 5b. وانا عايز a over b يبقى اكيد 5 over 6. شكرا.
سهله يعني مش حاجه. والسؤال يبدو ان هو شكل خد لكن سهل ان شاء الله مش مشكله. طب هنا اف 4x equal 5y حلو ده حاجتين تايمز اهو يبقى احنا كده هنعمل ايه بقى؟ واحنا رايحين من الاكس للواي وراجعين والكلام ده. طيب مبدئيا بس قبل ما نعمل كده والله يلا نعملها بالمره. هو عايز هنا واي واكس يبقى واي اوفر اكس يبقى كام؟ الواي اوفر اكس هنا هتساوي 4 اوفر 5. بس هنا مش عايز واي اوفر اكس ده عايز 5 واي اوفر 4 اكس. ده معناه ان هي 5 اوفر 4 تايمز واي اوفر اكس. ليه؟ 5 تايمز واي يبقى 5 واي، 4 تايمز اكس يبقى 4 اكس. يعني هنا هعمل هنا يا مستر يبقى هعمل 5 اوفر 4 تايمز واي اوفر اكس اللي هي كام؟ 4 اوفر 5. يطلع لي بقى تمام تمام يا روان تمام يا جماعه شكرا لي. نيجي للسؤال الجميل واللذيذ 5a و2 3b و7 are 4 proportional quantities. proportional يعني 5a over 2 equal 3b over 7. تقوم بقى دعاء مثلا او روان تقول لي يا مستر ما هو لازم بدل ما نقوم كده طب ما احنا نعمل مين دول سيمز من كده على طول يعني يعني نعمل دول تايمز ودول تايمز لازم بقى نقعد نطلب ما سهل انا اتعلمنا خلاص في الاول تقعد تمنى اوفر ماشي. طب هنا 2 تايمز 3 كام 6 بي وهنا 5 تايمز 3 35 اي يعني حل بقى بطريقه اسرع يعني ماشي بس امسحها تاني 35 a وانا عايز اجيب مين a over b يبقى a over b يبقى ما رجعش كده غير لما اخد ايه 6 على 35. سؤال if 9x bar 2 equals 4y bar 2 احنا عايزين نجيب x over y. طبعا السؤال ده هو سهل وبسيط ولكن في بعض الناس بتحل بطريقه فيه مش مظبوطه وبتغلط غلطه او غلطتين يعني. اول غلطه تعملها انك انت تاخد سكوير روت سكوير روت لانك كده دخلت نفسك في حوار ممكن تنسى حاجه وبتاع. فمبدئيا يعني هنجيب البار 2 بعدين نعمل السكوير روت. يبقى هنا اكس بار 2 اوفر واي بار 2 بقول لكم ليه ساعات بتبقى غلط x بار 2 بار 2 equals 4 over 9. طبعا مش عايز غير x خلاص سكوير روت سكوير روت يبقى x بار y بكام؟ 2 over 3 وما ننساش ان في بوستر ونيجاتيف. ودي بقى كانت الغلطه الاولانيه. في ناس ممكن تاخد سكور الاول فتنسى تعمل بوستر ونيجاتيف او تيجي تعملها تلخبط معاها الدنيا. فليه؟ ليه توجع دماغك؟ خليه في الحاجه السهله اللي ما توقعش الدنيا معاك وتبوظ الدنيا معاك. لكن لو انت هتوصل للبوستر ونيجاتيف تمام صدقني مفيش اي مشكله في الموضوع ده. طيب هنا بقى ايه السؤال ده بقى؟ اكس بار 2 ماينس 4 واي بار 2 ايكوال 3 اكس واي. ما هو ده زي اللي فات. لا خلي بالك مش زي اللي فات خالص. ليه بقى مش زي اللي فات؟ هنا x بار 2 هنا ماينس 4 واي بار 2 حلو كده تو تيرمز وفي هنا كمان 3 اكس واي ترم كمان ثالث. اللي فاتت كان تو تيرمز بس. يعني هنا في ترم زياده. لا كانت سهله. لكن هنا زودنا لك ترم زياده. فطريقه حل دي مش دي طريقه حل دي خالص. بس مبدئيا احنا هندخل الترم ده في النص. والترم ده فيه من اكس ومن واي يعني ممكن اكتبها كده اكس بار 2 ماينس 3 اكس واي ماينس 4 واي بار 2 يعني بزيرو. وممكن اعمل لدولت فاكتورايز اللي هو هفك الاكس ده ثاني يعني دي بقى ده اكس تبقى اكس تايمز اكس بار 2 اكس تايمز اكس وهنا التو نمبرز البرودكت بتاعهم ب 4 واي بار 2
او نيجاتيف 4 خلينا نقول نيجاتيف 4 والماينس بتاعهم 3 اللي هي 4 تايمز 1 وطبعا الكبيره هنا بتاخد نيجاتيف زي الميدل ساين وهنا ديت بوزيتيف عكسها. ممكن بعد كده ان شاء الله في مسائل في الدروس الجايه نبقى نرجع فاكتورايز وكده كده هنرجع ان شاء الله في البروبوشن لما يحتاج. طيب دول بيساوي زيرو. طب ما نقسمهم مسالتين. الاولانيه ان هنا اكس ماينس 4 واي يكوال زيرو. هنودي ده الناحيه الثانيه يبقى اكس يكوال ايه؟ او طبعا اكس بلس واي يكوال زيرو. ده هنودي الناحيه الثانيه يبقى اكس يكوال 4 واي. يبقى اكس بار واي هي عباره عن 4 2 1. هنودي الواي الناحيه الثانيه يبقى نيجاتيف واي اكس يكوال نيجاتيف واي يعني اكس 2 واي يكوال نيجاتيف 1 مع نيجاتيف 1 اوفر 1 يعني نيجاتيف 1 2 1. يبقى هنا عندنا تو ريشوز دي. تمام يا رب. يبقى احنا النهارده يا جماعه اتكلمنا عن الريشيو وقلنا الريشيو كومبيرنج بتوين تو كوانتيتيز واكتشفنا ان الريشيو ما بتغيرش الفاليو بتاعتها. بدانا نخش في ان لو عندي تو ريشوز او اكتر البروبوشن اتكلمنا عن الفيرست تيرم والسكند والمينز والاكستريمز والبرودكت بتاعهم زي بعض وقلنا لو عندي تو تايمز رقمين تايمز بعض ايكوال رقمين تايمز بعض نقدر نرجع ما بينهم الريشيو بتاعتهم. في نهايه السيشن النهارده حابب اقول لكم ثانك يو فيري ماتش ان انتوا حضرتوا، ثانك يو ان انتوا اشتغلتوا معانا، شكرا يا روان، شكرا ليك يا دعاء على انكم متابعين معايا. كان معكم مستر محمد حمدي كشك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.